هذول الاثنين في عندهم هدف انا برايي هو سحب المواد الكيميائيه التي تنتج غاز كيميائي خطير جدا وغاز بيولوجي جرثومي من نديم باروش. نحن فكرنا انه ناذيهم بنساء واولادنا. بيطلع لك واحد بيقول لك ليش بجوز تقتل نساء واطفال؟ قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نقتل نساءهم واطفالهم كما قال الشيخ اسامه بن لادن رحمه الله حتى يكفوا عن قتل نسائنا واطفالنا. نقتل نساءهم واطفالهم كما يقتلون نساءنا واطفالنا حتى يكفوا عن قتل نسائنا واطفالنا. الفكره هون اجت. فكره هذا البيان من كام يوم حاولوا اقتحام الجبل. والذي يعرف يعرف والذي لا يعرف يقول كيف على سكنه. كلام ما نستطيع ان نكلم. راينا ارتأينا مع اخواننا انه هذا السلاح الفعال الرادع الفتاك الذي عندنا ان نستعمله في الردع. قلنا في البيان انه اذا قرب متر واحد ما عم نقول احنا ننظر، اذا قرب متر واحد فما عاد في مجال. فما عاد في مجال لانه كل شيء وقت مباح. اذا قرب متر واحد نحن سنضربهم في عقل دارهم باذن الله عز وجل. باذن الله عز وجل وسنجعل صبحهم ليلا وليلهم صبحا باذن الله عز وجل. معظم التشكيلات العسكرية